نعم محمود، أتساءل عن العروض التي ستقدم في اليوم الأول من افتتاح فعاليات النسخة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. نعم، بعد هذه الفقرة لحفيد الموسيقار الراحل سيد درويش سيكون هناك فقرة غنائية للفنان محمد محسن، وأيضا بعد هذه الفقرة ستشارك الفنانة السورية لينا شماميان بباقة من أغانيها، ثم أيضا الفنان لطفي بوشناق الفنان التونسي سيقدم أيضا باقة من أغانيه على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ثم سيشارك أيضا في الفقرة الثانية من حفل الافتتاح الفنان مدحت صالح بباقة من أجمل أغانيه، بالإضافة بالطبع إلى الأيام القادمة ستشهد مسارح دار الأوبرا المصرية سواء في القاهرة أو دمنهور أو الإسكندرية عدد كبير من الحفلات، نتحدث عن 47 حفل في المسارح المختلفة بمشاركة أكثر من 70 مطرب ومطربة من مصر والوطن العربي. المهرجان أيضا اليوم حرص على تكريم 19 شخصية ممن ساهموا في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي، كان من بينهم الفنان لطفي بوشناق وأيضا الدكتورة إناس عبد الدايم رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، بالإضافة أيضا إلى وجود عدد كبير من الحضور لحضور هذه الفعاليات المهمة لهذا المهرجان. وكنا نتابع بالأمس الهاشتاج الذي تصدر إحدى منصات التواصل الاجتماعي وهو هاشتاج دار الأوبرا المصرية للجماهير التي تترقب انطلاق هذا المهرجان وهذه النسخة بالحجم الكبير من المشاركة العربية الكبيرة للفنانين المشاركين في هذه النسخة، وأيضا التجمع الثقافي والغنائي العربي المصري تحت مظلة دار الأوبرا المصرية منارة الثقافة والفن. وأيضا أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على استكمال هذه المسيرة التي بدأت في دورتها الأولى عام 1932، وسيتم استكمال هذه المسيرة بهذه النسخة وأيضا النسخ القادمة. على الهواء الآن يعني صعد إلى المسرح الفنان محمد محسن وبدأ بأغنية أهو ده اللي صار، وسيتم استكمال باقي الفنانين لحفل الافتتاح اليوم وهو الأضخم والأكبر برعاية وتنظيم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال بث هذا الحفل وتغطية من القنوات المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة شركة تذكرتي إحدى شركات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. فبالتالي سنرى خلال الأيام القادمة يعني متابعة مستمرة لفعاليات المهرجان في نسخته 32. محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من دار الأوبرا المصرية، شكرا جزيلا لك.